تتعدد أساليب الفساد في العراق وتتشعب وسائله، ومن بين تلك الوسائل المشاريع الوهمية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة، لا سيما في القطاع النفطي الذي يمثل ثروة العراق الأولى وعماد اقتصاده. وزارة النفط في زمن حكومة المالكي كانت قد أعلنت عام 2008 عن توقيع عقد استثماري لمشروع مصفى لإنتاج البنزين المحسن في محافظة النجف وبكلفة 86 مليار دينار، ليتبين لاحقا أن الأمر برمته لا يعدو كونه مشروعا وهميا يضاف إلى سلسلة طويلة من المشاريع التي تستنزف ثروات البلد لمصلحة ساسة ومتنفذين. بعد ما رصدت الحكومة 86 مليار لإنشاء هذا المصفى، دزت مجموعة موظفين الكوريا دخلوا دورة. حاليا لا المصفى لا الموظفين لا 86 مليار. صار إخبار بالقضاء، القاضي فتح تحقيق. وين التحقيق؟ صار له 8 سنوات تقريبا، التحقيق لسه ما كمل. هي المشكلة القضاء ما قاعد يحسم ملفات. يعني إذا أردنا نتسامح نقول القضاء جاي يتعرض للتهديد، لكن هل يا ترى يعني القاضي لو راد يفتح تحقيق ويقول وين راحت 86 مليار، يعني هاي هم يراد لها أدلة؟ المصفى ما هو هذا مشروع تتحمله وزارة النفط. هذه الوثائق هي وثائق صادرة من وزارة النفط تعلن عن المشروع ولكن لم ينفذ. وهذه اللافتة يعني موجودة يم عمود 95 في طريق كربلاء نجف. نعم، فالملف موجود في المحكمة ولكنه مجمد. الملف موجود لدى رأس الوزراء ومجمد. الملف موجود لدى مجلس النواب ومجمد. والملف موجود في هيئة النزاهة ولكنه مجمد. مبالغ فلكية أصبحت أثراً بعد عين بتواطؤ حكومي وبرلماني وقضائي، بينما يؤكد أهالي النجف أن تداعيات الفساد المستشري في ملف المنتجات النفطية تشمل أيضاً الجانب الصحي، بعد أن ساهم البنزين المستخدم حالياً بتفشي العديد من الأمراض وفي مقدمتها السرطان. للعلم والاطلاع، هذا المشروع وخاصة البنزين النفط الموجود بالسيارات حالياً ده يؤثر تأثير سلبي على جميع مواطني محافظة النجف الأشرف، لأنه يسبب أحد أمراض السرطان. ولحد الآن احنا قدمنا دعاوي بلجنة الإشراف القضائي ولجنة النزاهة الموجودة وخلال مجلس المحافظة القديم المنحل، ولحد الآن لم ترى النور أي قضية موجودة. وأعتقد القضايا موجودة لحد الآن في إدراج القضاء النجفي والقضاء ومجلس القضاء الأعلى في محافظة بغداد. وتقدر قيمة المشاريع الوهمية التي أعلن عنها وسحبت مبالغها فعلياً من خزينة الدولة بنحو 300 مليار دولار في عملية سرقة ممنهجة لثروات البلد التي لم تشبع منها حيتان الفساد، بينما يدفع المواطن ثمن ذلك كله من صحته ومعيشته واقتصاد بلده وبناه التحتية المنهارة.